يا جماعة، هلا أنا بدي أحكي عن بعض الأخطاء اللي بيرتكبوها المتقدمين بدون ما ينتبهوا، تمام؟ هلا قدمت السيارة، السيارة معيرة صح على الخط الأحمر، الخط الأحمر هو المعيار الصحيح، تمام؟ المتقدم بيعير على الخط الأحمر اللي جنب البارك، تمام؟ وصولا للبارك وعين صح وين؟ لما وصل للمثلث خلاه على زاوية هاي العمود، تمام؟ هيك صح. هلا بده يكسر كامل على اليمين ويبلش يرجع. طبعا لما يرجع بده يصير عينه على مراية النص لحتى يغيب هذا العمود عن المراية، تمام؟ بيوقف، بيكسر على اليمين بشكل كامل ويبلش يرجع. في حال تعرض المتقدم لقياسات اختلفت معه شوي، رجع زيادة لورا، راح يتعرض لموضوع انه يقرب دولابه من الحديد الحمراء مثل ما احنا شايفين بهذا الشكل، تمام؟ هيك صار في خطورة، مجرد لامس المتقدم الدولاب على الحديد الحمراء بيرسب، تمام؟ طبعا كيف هو شايف الدولاب؟ شايف الدولاب من خلال المراي اللي على اليمين، هي تكون منزل المراي وشايف دولابه اليمين الوراني بهي المراي. لاحظوا السيارة كيف صارت يا جماعة؟ الدولاب الوراني على الخط الأصفر ولكن تعرض لموقف صعب، شو بيعمل؟ بيقدم، بيكسر دركسيونه على اليمين كامل، بيقدم وبيرجع يجلس سيارته بيسويها على الخط الأصفر بشكل صحيح 100%. هلا بهذا الشكل، الشمس يجوز أسرع الفيديو، بهذا الشكل السيارة غطى دولاب الوراني على الخط الأصفر بعيدة عن العمود، غطى دولاب الأمامي على الخط الأصفر بشكل كامل، تمام؟ كيف بعرف أنا دولابي إنه على الخط الأصفر؟ لما بطلع لقدام بشوف إنه أمامي السيارة ساوية مقارنة باللون الأصفر اللي أمامي، تمام؟ بيكون دولابي صار وين؟ على الخط الأصفر بشكل صحيح. بهي الحالة أخذ المتقدم ثلاث حركات وهن حقه بالفحص، حقه بالامتحان ثلاث حركات بالنسبة للبارك. رجعة أولى، قدم جوا البارك ورجع جلس السيارة جوا البارك. هذا الكلام صحيح، ما في أي مشكلة أبدا. بالطلعة بشغل الغماز، أهم نقطة إني بالطلعة من البارك بشغل الغماز وإله أكثر من حق. إذا ضايقوا هذا العمود يا جماعة بالطلعة من البارك، تمام؟ بيقدم بيرجع مرة مرتين، أهم شيء إنه أيوه هيك رجع. أهم شيء إنه ما بيلامس هذا العمود أبداً أثناء الطلعة من البارك، بيبعد بياخذ مسافة منيحة وبيرجع يكسر على اليمين، بيكون طلع من البارك بشكل صحيح إن شاء الله تعالى.